السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت بالله كل زول يلم في التسجيل ده يلزوا لقدام يدفروا للزول لزو قدر ما تقدروا قدر ما تقدروا لحد ما يصل لنا المحتسر سرى ده اللي مين جا مشبعنا بالكلام ومشبعنا بتنظيرات ما عنده أي علاقة بالاقتصاد. الكلام ده هأبنيه بناء على أرقام حقيقية مأخوذة من بنك السودان من التقرير السنوي لبنك السودان عشان على الأقل البشير ومعتز بتاعه ده يعرفوا إنهم هم ما عندهم أي علاقة ناس فاكرينها في نفسهم مدعين إنهم هم أكتر ناس فاهمين في السودان وهم ما فاهمين حتى التقارير بتاعت بنك السودان اللي بيطلعها رغم ما فيها رغم علاده أن إحنا بنتقبلها كمستند وكمرجع أساسي موجود الليلة في السودان. بالله عليك الله التسجيل ده يا جماعه للزو ما في زول يكسر. ها المعتز موسى مين جاء مفتكر انه الازمه الاقتصاديه الموجوده الليله في السودان هي ازمه ناتجه من الجهاز المصرفي فقط؟ الجهاز المصرفي ده واحد من الاجهزه اللي بتنظم تداول العمله لكنها ما منتجة للعملة ما منتجة للسلع والخدمات لكن هم ما عاوزين يفهموا الكلام ده. طيب قول أن إحنا برضو قلنا خير ونستمع للناس ديل كده نشوف الإمكانيات شنو اللي عندنا نحن في السودان عشان ما مشكلة السودان نحلها عن طريق الجهاز المصرفي. هل عندنا البنية التحتية اللي بتأهل الجهاز المصرفي لأنه يمنع تداول الكاش في السودان ويتم جميع عملية تبادل السلع والخدمات في السودان من بضائع من رسوم حكومية من غيره من غيره عن طريق الجهاز المصرفي فقط؟ كده نشوف هل أن إحنا عندنا جهاز مصرفي أول حاجة ولا ما عندنا عشان الموضوع ده ما يبقى يعني تكرار للفشل ويدفع الثمن المواطن معاناة يومية. السودان ده كله يا أخواننا فيه 37 مصرف عدد الفروع بتاعت المصارف في كل السودان بنوك حكومية على قطاع خاص 778 مصرف. ماكينات الصرف الآلي الصرافات اللي بيقولوا انهم بغزوها وخلاص ضخوا فيها القروش وعشان الناس تمشي تصرف منها كل الماكينات الموجودة في السودان 1344 ماكينة بتاع الصرف يا جماعة. البطاقات المصرفية رغم انه المواطن ممكن يكون عنده اكتر من حساب وعنده اكتر من بطاقة مصرفية لكن نعتبر انه البطاقة المصرفية دي هي حساب في البنك يعني اي مواطن عنده بطاقة مصرفية معناته هو فاتح حساب في البنك. طيب كم عدد المواطنين الفاتحين حسابات في البنوك؟ 3,487,986 من إجمالي 40 مليون. 40 مليون ديل قول فيهم 10 مليون ديل أطفال ما عندهم حسابات قول فيهم 10 مليون تاني ديل ناس فقرانين أصلا ما عندهم حاجة عشان يفتحوا حسابات. طيب ديل الباقي كم؟ الباقي 20 مليون. 20 مليون ديل منهم 3,400,000 ديل بس اللي عندهم بطاقات مصرفية وقلنا ممكن واحد يكون عنده أكثر من بطاقة لكن مشيناها. طيب كم في نقاط بيع عشان أنا أمشي أدفع وتعامل مع البغالة مع السوبر ماركت مع المحلات التجارية مع المؤسسات الحكومية مع شركات القطاع الخاص بنقاط بيع؟ كل نقاط البيع الموجودة في الشبكة عبارة عن 3,905 جهاز بتاع نقطة بيع يا إخواننا. طيب نضرب مثل بسيط بأقرب دولة في السودان متعاملة بالشبكة المصرفية مثلا زي السعودية. السعودية دي بنك الراجحي بس فيه أكتر من 552 فرع والبنك الأهلي فيه أكتر من 400 فرع يعني الراجحي زائد الأهلي بس بدون البنوك الثانية عندهم 952 فرع. السودان كله فيه 778 فرع يا جماعة. الصرافات الراجحي بس عنده أكتر من 5,000 صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء المملكة بيمثل 26% من إجمالي الصرافات الموجودة. البنك الأهلي عنده 3,488 يعني قلنا البنك الأهلي زائد الراجحي عندهم أكتر من 8,400 صراف آلي. السودان كله فيه 1,344 شنجاب 9,400 للـ 1,344 عشان معتز موسى
يقول ان احنا دايرين نمشي الاقتصاد بالصرافات الآلية. يا اخوان الكلام ده ما بينفع. السعودية فيها اكتر من 200,000 نقطة بيع، السودان فيه 3,900، قول 4,000 نقطة بيع. شين جاب 4,000 نقطة بيع لل200,000 نقطة بيع؟ انا ضربت المقارنة دي عشان اقول حاجة واحدة، انه المملكة بكل إمكانياتها في الجهاز المصرفي من شبكة لعدد عملاء، يا أخي البنك الأهلي فيه أكثر من 6 مليون عميل، 6 مليون عميل. نحن قلنا السودان بما فيه الناس اللي عندهم أكثر من بطاقة قلنا يكون 3,400,000، ده عدد البطاقات المصرفية الموجودة. البنك الأهلي بس فيه 6 مليون، يعني الضعف، ضعف الحسابات الموجودة في كل السودان. ده ما تقليل من السودان، لكن بيدل على انه نظام البشير والحركة الإسلامية قاعدين 30 سنة ما قدروا يفتحوا حتى فروع ولا حتى صرافات آل بتاعت صرف آلي ولا حتى نقاط بيع، لكن في النهاية دارين يجبروا المزارع، الساكن في القرية والساكن في المدينة والساكن في أقصى السودان، انه ما يتعامل بالكاش، يتعامل بالشيك ويتعامل بالنظام المصرفي. القاعد في قرية ما فيها ولا بنك ولا صراف لازم يسافر يمشي أقرب مدينة ويقف صف مع سكان المدينة عشان يتعامل بالصراف، ولا يمشي يقف في بنك. وهو الناس يعني الليلة في حي واحد الناس بتقف صفوف اليوم كله في الفرع عشان ما تاخد لها 500، الواحد ياخد له 500 ولا 200,000. كيف أنا حقدر أدير عجلة بتاعت اقتصاد في بلد ما فيها أدنى مقومات الجهاز المصرفي اللي أنا أقدر أعمل بعملية تبادل تجاري؟ الكلام ده بيقود لحاجة واحدة، إذا أصر البشير ومحتز موسى اللي هو رئيس الوزراء وحضرته عشان البشير شايفه إنسان عنده مقدرات هائلة، ما بقي كمان وزير مالية. الاثنين ديل ما فاهمين انهم بكلامهم ده حيدمروا الاقتصاد زيادة على ما هو مدمر. يعني ده بالواضح كده ايقاف جميع عمليات التبادل التجاري في السودان. يعني قدر الشيء الموجود ده هم بقرارهم ده حيدمروا زيادة. والكلام ده موجه للمواطن، لانه في النهاية انت المتضرر، لا محتز موسى ولا البشير ولا اسرة البشير ولا اسرة محتز موسى ولا أسرة أي واحد من أعضاء الحركة الإسلامية، الحركة الشيطانية الموجودة في السودان. أنت كمواطن المتضرر من انهيار الاقتصاد، أنت اللي بتقف في الصفوف، وأنت اللي بتتعذب، وأنت اللي بتشقى، وأنت اللي بتمرض، وأنت اللي جناك بيمرض، وأنت المستقبل بتاع السودان اللي حيضيع، أنت يا مواطن. عشان كده ما في حل غير إنه الناس دي يمشوا، ما عندهم أي شيء يقدموها بعد كده للسودان، وما حيمشي بالتي هي أحسن. أنت حتمشيهم غصبا عنهم، سواء كان بتظاهرات احتياجات سلمية، سواء كان بإضراب عام، سواء كان باعتصامات. لابد من أنك أنت تتحرك يا مواطن. السلام عليكم، محمد حسن العمدة.